في هذا الموضوع سأتحدث من جانب إعلامي ومن جانب المحتوى بخصوص هذه المنصة التي على ما يبدو أنها فقدت السيطرة من منصة تفاعلية لها يعني أول ورقة كانت في فيسبوك هو دحض خطاب الدكتاتورية والتشدد وبث الأواصر والخطاب التقارب بين الشعوب على ما يبدو أن حتى المنصات من خلال المحتوى السرطاني تهرم وتتعرض للتلف. ما يحدث في فيسبوك وفي قضية ميانمار على ما يبدو أنه قضية لها جزئين، قضية المحتوى الذي مش شرط أنه يكون بس أنه الفيسبوك هي الأكثر رواجاً، المحتوى الإعلامي والمحتوى الاجتماعي وحتى المحتوى السياسي وجد بيئة حاضنة استخدمت هذه المنصة التي تحظى برواج كبير في ميانمار. فقانونيا لا تستطيع ربما حاليا، لكن بإمكانك توجيه الرأي العام العالمي. نحن أمام قضية إنسانية أكبر منها قضية دينية، فحين نرى الصور التي كانت تغزو فيسبوك كنا نرى قبلها أو حتى لم ننتبه أن هناك خطاب تأجيج وتعبئة كان جهز لهذه المذبحة المريعة التي قد تكون من الأشرس صور في عالم الفيسبوك. هو فيسبوك يعني حين اتهم سابقا دفع عن نفسه بأنه يحذف كل الحسابات التي ربما تكون محرضة، يعني ماذا لديه يفعل أكثر من ذلك؟ لديه شيء كثير مهم وأنا بحب أحكيه من هذه المنصة. فيسبوك الذي عائداته بالمليارات، ونحن كأشخاص نعمل لدينا بزنس في هذا الفيسبوك، نعرف أن كثير من دخل لا يذهب لفيسبوك. لماذا لا نوجه الرأي العام العالمي أنه جزء من عائدات فيسبوك من الأضرار الداخلية والتي سببتها الفيسبوك أنه يكون جزء منه لبناء مناعة إعلامية، عائدات ضخمة تضخها العالم لفيسبوك أن تساهم في دول العالم الفقير والدول التي تعليمها أصلا بدائي والشعوب والطلاب أصلا. هند، يعني ما هي المعايير التي يمكن يعني قرأت دراسة إنه المعايير التي من الممكن أن يتبعها فيسبوك حتى لا يتهم أيضا بتقييد حرية التعبير؟ يعني إذا ما تعقب آراء وتعقب صفحات باتهامها، يعني كيف نقف بين حرية التعبير وبين أيضا ألا نبث الكراهية؟ يعني مثل ما فيسبوك بتلاقي طريقة سهلة توقف صفحتك إذا بثيت أغنية أو موسيقى أنت لا تملكها، تستطيع من خلال معايير مراقبة المحتوى، وهون بيجي دور العامل الإنساني. يعني مش كل الأمور حتكون على التولز أو الأداة في فلترة المحتوى، هون معايير الـ يعني الإنسان، إنه الفريق اللي بيشتغل دعم وفلترة المحتوى في العالم العربي والشرق الأوسط بإمكانهم أيضا مثل ما هم بيتابعوا حقوق الملكية الفكرية. شكرا. أيضا يكون هناك كلمات يعني شكرا جزيلا هند، أعتذر لضيق الوقت. هند خليفات المختصة في محتوى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كنت معنا من عمان، شكرا.